عسلامة مدام. اهلا هلا وسهلا. عسلامة. اهلا بك. عايشك. عسلامة. اهلا وسهلا. قدموا لي رواحكم. إيه بثينة. بثينة مرحبا بيك. منين؟ بثينة الرماوي. منين جيتنا؟ من الاردن. من الاردن. عدنان نصار من الاردن. زوج المدام. زوجي. اي وانتي؟ محمد الحيح من فلسطين. مرحبا بيك. مرحبا بيك. ولد ولد اختهم. ابن اختي. خالي. ابن اختي. انا خاله يعني. انت خاله. مرحبا بكم في تونس. جيتوا سياحه؟ سياحه طبعا. سياحه وزياره. وزياره. زياره وسياحه. عندكم شكون في تونس؟ انا عندكم حدا في تونس؟ اخوي. انا اخوي موجود في تونس في برج الصدريه. برج الصدريه. واحنا نازلين عنده. ساكنين عنده الفتره هاي. وبننتقل من من مدينه لمدينه نتفرج. معنا 16 يوم نزور يعني اكثر ما اكثر منطقة اكثر من منطقه في تونس. قد ايه عنده اخوك في تونس؟ عمر؟ لا في تونس قديش؟ عايش بتونس من 78 22 44 سنه. وعلي جيتوه كان المره هذه؟ علي مش ديما تجيو لتونس بحذانا؟ يعني ليش جيتوا المرة هذه على تونس؟ ليش ما جيتوا من قبل؟ يعني هو كان يجي ألون وكان شوية تعبان. كنا حرصنا كبير بالعمر. كبير شوية بالعمر. فكنا نيجي نزوره ونطمن عليه ومن ثم نتعرف على البلد الشقيق تونس. شنو كنتوا تعرفوا عليها تونس قبل ما تجيوا؟ والله تونس احنا نعرف تونس من زمان. تونس الخضراء. وينك يا فهد بلان؟ كان يغني تونس يا خضراء. وانتي مدام شنو تعرف عليها تونس ولا ما عندكش فكرة؟ انا يعني جيت هون مشان اخوه وجينا هون نتعرف على معالم والاثار. لسه احنا ما بنعرف شيء. انا ما بالنسبة لي ما بعرف شيء عن تونس. فجينا هون زي هيك يعني سياحة نتطلع شو فيها. مش تكتشفها. سيد ابو سعيد. سوسة. وين كمان؟ حمام الانف. حمام الأنف. حمام الأنف. حمام الأنف هو. حمام الأنف. أيوه. إحنا ما نعرف نلفظ مثلكم. يس. وين كمان نروح؟ على سوسة وحمام الأنف سيد أبو سعيد و حمامات. حمامات الياسمين. والسوق العتيق يعني هسه بدنا نروح عليه هون. تقدر تقول المناطق السياحية، المناطق المرموقة، المناطق اللي يحب الإنسان يشوفها مش موجودة مثلا عندنا. في مناطقنا يعني. حاجة متاع تونس. حاجة متاع تونس. يعني. كيفاش تعديوا الخمس أيام؟ الخمس أيام تقريبا هي كانت يعني زيارة. أول يوم جوز، ثاني يوم في البيت، ثالث يوم طلعنا في المنطقة اللي هو ساكن فيها. امبارح كان الجو شوي بارد، مطر، ما تحركناش. اليوم كنا بنروح على تونس. حتى كنا بدنا نطلع على منطقة أخرى ولا أجانا ناس. اجى ناس عندنا ما قدرنا نروح. وين كنتوا ماشيين؟ ايش؟ وين كنتوا رايحين؟ على حمامات الياسمين. ياسمين الحمامات. ياسمين الحمامات. ياسمين الحمامات. يا اخي هما جاوا. هم اجونا ناس خلاص تاخر الوقت. ما نقدر نروح وفي ضيوف اجوا ما نقدر. الشعب التونسي كثير حلو ما شاء الله. الكل يضحك، الكل بيبتسم، متعاونين مع بعض، طيبين. احنا نحب تونس، ليبيا، المغرب، الجزائر. الشعوب هاي، الدول هاي كثير حلوة. الدول العربية شقيقة. الدول العربية شقيقة يعني كنتم نحبهم. يعني بظل العربي دم، العربي دم مهما صار. يعني بظل الدم دم عربي. ان شاء الله نتمنى لتونس الفوز في كأس العالم. امين. شكرا. يرفع روس. والله يجيبكم علينا على الاردن، تزور الاردن ان شاء الله. بس اللي يعني شوي يعني زي المقابله هاي المفروض باللغه العربيه الفصحى اللي انا افهمها. في شيء كلمات انا ما فهمتهاش منك مثلا. فلما تكون باللغه العربيه، اللغه العربيه الفصحى الكل يفهمها. يعني لما نقول لك اقرا قران او اقرا قران، الكل بيقرا قران عربي فصيح. بس اللهجه شويه ثقيله علينا. يعني في كلمات فرنسي. اللهجه التونسيه في كلمات ثقيله ما نستوعبهاش. فاحنا جبنا ابن اخي، هذا ابن اخي هذا اللي مرحبا جبنا بيه يلف معنا، نعرف المعالم، نعرف المعالم، نتعرف على عسلمة. عسلمة اختي.
قدم لنا روحك. انا محمد امين نصار وانا نعيش في تونس يعني. اردني تونسي. عمي فلسطيني تونسي. اي فلسطيني تونسي. هو العائله جاوا زياره عندنا هنا تونس وانا ندوروا بهم ان شاء الله باش يشوفوا الاسواق و يتعرفوا على المعالم. يتعرفوا على حاجات في تونس ان شاء الله نهزوا مال سوسه الحمامات. قد ايش يقعدوا؟ 16 يوم. 16 يوم ان شاء الله. يعني كافي انك تحوس بهم. شنو احسن بلاصه عجبتهم في تونس؟ والله ما زلنا يا رب العمل عليك. اليوم هبطنا للعاصمه، بدينا ما عندهمش مده ملي جاوا، عندهم 4 أيام 5 أيام. بدينا بالعاصمه ان شاء الله نهزهم للاسواق وتفرجنا هنا شويه في البوتيكات وان شاء الله نمشي والحمامات. نحب نهزهم للجم نهب. ان شاء الله. اكلتوا الاكل التونسي؟ انا اكلته. اكلت البلابي. البلابي تو البلابي تو انا امبارحه كسكسي. كسكسي عجبك مدام؟ ما اكلته ما اكلتوش. اول نهار وكلناهم كسكسي وبعدين اكلنا اكلات وبعدين اكلنا اكلات اردنيه. شاف الفلسطيني منسف الاردني. المنسف الاردني الملوخيه المقلوبه. المقلوبه والملوخيه عملوا يعني الاكله الشهيره في الاردن المقلوبه هي المنسف. المنسف اللي هو اذا اجاك ضيف كيفاش الوصفه نتاعو؟ خبز شراك جميد لبن يعني لبن ورز لحمه او دجاج وبقدونس واللوز او سنوبر والشوربه تبعت المنسف اللي هي الجميد. بقول يعني هاي الطبخات احنا الضيف يعني اللي بيعز عليك الضيف نعمل له منسف. منسف انتم اللي بيعز عليكم تعملوا له الكسكس. كسكس كسكس بالضبط. فهاي يعني طبخه يعني للضيف العزيز على الانسان اللي بيجي عليك تعمل له هاي الطبخ. وما تبقى طبخات عاديه مقلوبه ملوخيه. بتعرفين الملوخيه؟ الملوخيه عدس. الملوخيه كيفاش؟ ما تفوتش نص ساعه في طبخها. اي مش احنا 6 سوايع تقعد ولا 5 سوايع. ملوخيتنا تقعد برشا. لا والله احنا يومين. كثير يومين او ثلاث. مش لك الدرجه. ليش طيب ليش تقعد هيك المده كثيره؟ شو الغلط يعني؟ شو العله انه نخليها تطول على الغاز؟ ليش؟ لازمها تقعد تشيب برشا باش تشيب معناها تشد برشا. الفرق في الملوخيه نتاع الشرق وملوخيه تونس هما ورق ونسويها كما في مصر معناها تشبه الملوخيه مصر مدفونه. لا 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 ملوخيه وتجي كيما السوق معناها. واحنا معناها مرحيه بودر احنا ما مش نفس ال. وهل كلاو الحار في تونس؟ هو البلابي حار. حار حروق مسكين. ليش بتحبوا الحار؟ ما بنعرف كل شيء حار عندكم كثير في الاكل. الحار عندكم ذوقتوا البلابي؟ ثم معتادين على التركيبه يحب يجرب. ما انتم مش مستانسه؟ بده اكله شعبيه يحب على اكله شعبيه. قلت له البلابي مشهور. نحب نجرب الاشي اللي تيجي هون لازم نجرب الاكل. عجبك البلابي ولا؟ الحمد لله زاكي كثير بس لازم مش حار كثير وما حطيت معه بيض. لا ما بدي بس اللبلاب والحمص والطون. والخلطة حسيتها غريبة ولا عادي؟ غريبة. غريبة عجيبة بس زاكية وصحية. هذا الأكل منيح. ممكن في الأردن ما نعملها كلها هاي. أنت تاكلي اللبلابي؟ إي تاكلي؟ إي ما شاء الله. ومحار ولا بدون حار؟ لي مش حار برشا. مش حار برشا. إي يعني الحار مو في ناس بياكلوا حار. الطبخات في عندي طبخات كمان أخرى يعني يومي مش يومية. يوم بديش أكل دجاج بديش أكل لحمة. نسوي مكرونة. إيه معكرونة. نسوي رز وعدس. تعرفين الرز والعدس؟ تعرفين الرز والعدس؟ رز وعدس. إحنا شو بنقول رز وعدس؟ شرسنة. جدرة ناشف مع لبن. حتى الأكلة متاع الأردن معني نشوفها الحقيقة أكلة شهية برشا. إحنا هون مش لقينها. أكل. احنا مش لاقيين مكونات مش موجوده. اما قريبه معناها قريبه من الاكل نتاعنا. المفروض يكون في مطاعم في تونس الشرقيه. انا ادخل مثلا زي لبنان زي مثلا المغرب زي السعوديه تدخل علي مطعم بدي كذا يكون موجود. يعني في شغلات مثلا هذه المره ما اكلتش شيء. ليش ما طبختش انت مدام؟ احنا طبيخنا. لا طيب هم طبخت؟ طبخنا احنا هون طبخنا مقلوبه وملوخيه ومنسف. هم بيطبخوا لنا الكسكسي وايش كمان عملوا لنا
ملوخية، عملنا مقلوبة باللحمة وعملنا منسف. وشو كمان عملنا؟ مقلوبة بالدجاج والزهر. وشو كمان مسخن؟ في بنعمل مسخن فلسطيني. أكلتي؟ مسخن هذا مسخن اللي هو دجاج محمر ورز وعدس. دجاج محمر وخبز كبير، طبعا مش موجود عندهم، خبز كبير وبيعملوا بصل كثير بحطوا عليه سماق. تعرفي سماق؟ السماق السماق السماق. كيفاش تعمل المقلوبة؟ كيف تعمل المقلوبة؟ كيف تسويها؟ كيف الوصفة؟ تعملوا دجاج أو لحمة، عشرب دجاج دجاج أو دجاج لحال، بعدين بتكلي زهرة أو بطاطا أو باذنجان. زهر البروكلي على فكرة. وبعدين رز مع شعرية بتخلطوه مع بعض، بعدين بتصفطيهم تصفية مثلا الدجاج. الدجاج تحت. تحت الزهرة أو البطاطا أو باذنجان، بتحط الرز. بتحط شوربة الدجاج او اللحم عليها تستوي، خلصت راحت. بتكلي بيها بعدين بحط السلطة. هي كلها فك القلبة هذيك اسمها مقلوبة، هي خاطر هي تتقلب هذاك خاصياتها معناها. وسلطة او لبن معها. مرحبا بكم مرة اخرى، يعطيكم الصحة ونخلي لكم كلمة الختام. يعني تونس مدينة جميلة حلوة بأهلها جميلة وحلوة بأهلها، ويعني يا جميلة جدا. الحمد لله ان احنا زرنا مدينة او دولة ما كنا سبق ان احنا زرناها، ما سبق ان احنا زرناها. تعرف ان شاء الله نتعرف على المعالم اللي فيها، يكون عندنا خلفية. بجوز درسنا بالتاريخ عن تونس بس الان احنا في الواقع، احنا قاعدين بنشوف معالم واقعية. والحمد لله الشعب التونسي طيب ويعني محترمين، بيساعدوا، مبتسمين، بشوشين يعني يضحك يعني. والحمد لله، وان شاء الله اذا إنا نصيب نرجع مره اخرى ان شاء الله. ترجعوا السلام عليكم. ان شاء الله. انا سلام للشعب التونسي وللشعب الفلسطيني التونسي اللي عايش بتونس، ونتمنى لكم الخير ان شاء الله والتقدم في تونس، وان شاء الله نرجع ونعيد الزياره الاخرى لتونس. الناس طيبين ومحترمين والجميع يحترم الثاني. واهلا بكم وسهلا في عمان واذا كمان في فلسطين. تعالوا علينا في فلسطين، تشرفونا. شكرا.